شاء الله تكونوا كاع غايه وبصحه جيده، وانتم تشوفوا في لا فيديو تاع اليوم. صحه رمضانكم، صحه فطوركم، صحه سحوركم، سا ديبون الوقت اللي راكم تشوفوا فيه في لا فيديو. سمحوا لي اوسي، على بالي بلي طولت، عندي بزاف ما درت لكمش فيديو من لا غالب بار مانك دو طون، مي جو برومي نوعدكم بلي ابارتيغ دوجوردي من اليوم فصاعدا غادي نبقى ندير لكم فيديو كل سبت ان شاء الله في القناه كيما سبق وريبونديتو لي في لو سونداج. لا فيديو تاع اليوم من المواضيع اللي تبغوهم نتوما واللي انا نموت عليهم، غادي نهضروا على اون مارك دو برودوي، اون غام دو برودوي اللي راها دايره ضجه صافي 2 ans ولا في مواقع التواصل الاجتماعي، واللي هي لا مارك نوتروجينا هيدرو بوست. هيا لا مارك، ها هما كاع لي برودوي اللي راني جايبتهم اليوم غادي نهضر لكم عليهم. كيما على بالكم لي برودوي قدام نهضر لكم عليهم، راني نسيتهم صافي ان بون مومون وانا نسيي فيهم، ماشي من اليوم، ماشي من البارح، ولا صافي فريمون بلوزيغ مو وانا نسيي فيهم. دونك باش نعطيكم راي اوبجيكتيف وان شاء الله يا ربي تستفادوا منه وما تروحوش تشرو دي برودوي بلا ما تكونوا سامعين عليهم ديجا. لا كام هذه ديجا علاش سموها هيدرو بوست؟ سموها هيدرو بوست باسكو نورمالمون الي سونسي تبوستي ليدراتاسيون، يعني تحفز ترطيب البشره. لانغريديون كلي ولا المكون الرئيسي في هاد لا غام واللي هما اللي مركزين عليه لو سيستيم دو ماركتينغ تاعهم هو لاسيد ياليرونيك ولا الهايلورونيك اسيد. هادي لاسيد ياليرونيك سي كوا؟ لاسيد ياليرونيك عندها دور في الحفاظ على ترطيب البشره. احنا ان طونك كاتريما في الجسم تاعنا عندنا ديجا هاد المكون ناتوريلمون، ربي سبحانه داير لنا هاد لانغريديون اللي هو لاسيد ياليرونيك. مي مع الوقت بلو نكبروا في اللاج بلو نزيدوا غادي هذيك لاسيد ياليرونيك تبدا تنقص في البشره تاعنا، وكي نوصلوا لاج دو 50 ا بارتير دو 50 سنه تقدروا تقولوا النسبه تاع الهياليرونيك اسيد تنقص ب 50 حتى ل 50%. دونك الدور تاع هاد لي برودوي تاع لاسيد ديالورونيك هما غادي يعاونونا باش نزيدو انجيكتو هذيك لاسيد في البشره تاعنا باش اون مانتيان ليدراتاسيون، باسكو كيما قلت لكم الدور تاع لاسيد ديالورونيك سي تخلي هذيك الماء المتواجد ناتوريلمون في البشره تاعنا قاعد فيها. دونك البشره تاعنا ما تفقدش الماء اللي كاين فيها، اي دوكو تكون مرطبه اكثر وتكون بيان هيدراتي. كاين اوسي دي انجيكسيون يديروهم في لا ميديسين استيتيك تاع لاسيد ياليرونيك، مي هذا سي ان سوجي ان تي بو كريتيك، كاين اللي يقبل هذا الامر كاين اللي ما يقبلهش. مي بون حنا اليوم اوني لا بور بارلي على نوتروجينا، نروحو ديريكتومون نهضر لكم على لو بروميير برودوي اللي هو هذا. هذا سي اون بلوتو هادي سي اون او ميسيلير، لو ميسيلير دايرين تريبل اكسيون تريبل اكسيون او ميسيلير. سي في كيما كتشوفوا ا باز داسيد ياليرونيك، بوستر ديدراتاسيون، ديماكي لو ماكياج ميم ووتر بروف سان فروتي، زعما تقلع لكم الماكياج حتى هذاك الماكياج المقاوم للماء بلا ما تحكو. Ou de la deuxième chose, elle élimine les impuretés et excès de sébum. يعني تقلع هذيك كيما نقولوا الاوساخ لي زامبورتي اللي كاينين في البشره، وحتى هذاك الزياده تاع لو سيبوم تاع الدهون اللي تفرزهم البشره. والاكسيون الثالثه هي تيدراتي يعني ترطب. فوالا قال لك بلي الي كونسيو بور كيما كتشوفوا لو فيزاج اي لي زيو، فيها 400 مليلتر قريب نص لتر. فوالا توجور يقولكم خلطوا لي برودوي هكا، جوغ رجعوا هاد لا بوتيك قدام تستعملوا لي برودوي. وهنا على حساب لو سونداج اللي راهم دايرينه قال لك بلي 94% من الناس يلقوا بلي لا بو تاعهم الي بارفيتمون نيتواي، يعني منظفه نظيفه بلوتو بشكل مثالي. دونك لو فيرديك تاع هذا لو برودوي، هذا ديجا السعر تاعه يتراوح ما بين 80000 حتى 115000 120000، سا ديبون توما مين تشروه. كيما انا شريته 80000، مي جلي فيو ايور ان بو بلو شير.
دونك هاد لو ميسيلير شنو عندي نقول لكم عليها؟ لو دي ماكياج تاعها مثالي، تقلع لو ماكياج بارفيتمون، تقلع لي ماسكارا ووتر بروف، الماسكارا المقاوم للماء بطريقه مثاليه. وكيما هم قايلين لكم اوسي ما تحتاجوش تحكوا بزاف لابو تاعكم. ديجا انا ما ننصحكمش كي ديماكيو تقعدوا هكا تفروطوا ولا تحكوا في لابو تاعكم، باسكو غادي غير تحسوها وتسنسيبيليزوها. دونك الا راكم من الناس اللي يبغوا لي زومي سيلير وموالفين يشرو لي زومي سيلير، اشروها ما غاديش تندموا عليها. دير 80000 400 ml، دونك تشد لكم تري تري بيان. انا هذه عندي مده وانا نستعمل فيها، عندك واش حاجه ندي منها. مي بغيت ندير نهضر لكم على واحد النقطه، كي تستعملوا لو ميسيلير باش ديماكيو عينيكم ما تقعدوش تحكوا، دو اون كونتيتي من لو ميسيلير حطوها في لو كوتون، عمروه تقد تقولوا بيان، وحطوه فوق العين تاعكم وخلوه مده. كي تخلوه مده غادي اوتوماتيكمون هذاك الماسكارا ولا هذاك لايلاينر اللي راكم دايرينه يروح، يل سو فون، يروح مع هذيك لو ميسيلير. من بعدك الجبدو غير ديليكاتمون بالقطن بلا ما تحكو ما والو. باش نقولو لو فيرديكت منه مره اخرى، هاد لو ميسيلير الي اكسيلونت، فيها ريحه طيبه، الريحه تاعها ماشي قاطعه، ما تشموش فيها ريحه الكول على عكس بعض لي زو ميسيلير اللي جربتهم ما فيهاش ريحه الكول، فيها ريحه فريمون هكا دوس شابه. انا عجبتني عجبتني ونحس بلي صح 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 تحسوا لابو تاعكم بيان هيدغاتي. شهوالا نقطه مهمه اخرى، ما تخلوش لو ميسيلير بلا ما تغسلوا وشكم. كي ديروا لو ميسيلير فوزيت اوبليجي من مورها تغسلوا وشكم، على عكس يا لو كان يربي غير بالماء، على عكس ما يروجوا لهم الماركات يقول لك لو ميسيلير ما تغسلوش وشكم من مورها. فوالا سيتي تو بور هاد لو ميسيلير. نروحو نفوتو لحاجه واحده اخرى متعلقه بلو دي ماكياج، ولي هما لي لانجيت دي ماكيونت. لانجات ديماكيونت توجور من نوتروجينا هيدرو بوست كلينزر، مناديل تنظيف الوجه. هنا فيشل وايبس، شوفوا شنو هم دايرين. دايرين تزيل الماسكارا المقاومه للماء وتعزز ترطيب البشره، تحتوي على حمض الهيالورونيك، يعني كما كنا نقولوا لاسيد هيالورونيك، تم اختيارها من قبل اطباء الجلد. فيها 25 منديل، 25 وايبس. فوالا هادي سي لا دوزيام لانجيت لي لو دوزيام باكي دو لانجيت لي راني نشريه. شريته لا بروميير فوا عجبني بزاف بزاف، عجبني فريمون بزاف. تعرفوا علاه؟ تدو يسوفي تدو، ديجا شوفوا كيفاش جايه سيكوريزي، تدو منديل واحد، تدو اون سول لانجيت والله العظيم غير يقلع لكم كاع لو ماكياج تاع الوجه. منديل واحد يقلع لكم كاع لو ماكياج، وبما في ذلك لو ماكياج ووتر بروف، الماسكارا ووتر بروف، يقلع لايلاينر، يقلع لو فون دو تان. منديل واحد يكفي فقط. شاولا نتوما غادي كي تسدو منديل ما تقعدوش غير جهه واحده تقلعوا بها، جوغ شاك فوا قعدوا تطبوه باغ اكزومبل، تطبو فيه. نوري لكم مثلا، جو سي با، نحكم هادي راها حدايا باغ اكزومبل، ما على باليش ها هي لا لانجيت. نتوما مسحو لا بروميير فوا، من بعد كطووه غادي تبقى طووه، خلو الجهه المسخه هنا لداخل، طووه تبقى هاد الجهه نقيه ديماكيو بيها، عاودوا قلبوا هاد الجهه راه نقيه ديماكيو بيها، قلبوه على ربعه توجور الجهه المسخه من الداخل، هاد الجهه مسحو بيها والجهه الاخرى مسحو بيها اوسي. منديل واحد يكفي تري تري بيان باش تقلعوا كاع لو ماكياج تاع لو فيزاج. السعر تاعها لا بروميير فوا اللي شريتها 45000، والخطره الزوجه كي شريتها 75000. ما على باليش اسكو انا اللي شريت عليه الخطره الاولى كان مرخصها ولا غلط في البري ولا اوكون ايدي، مي لا بلو بار لا ماجوريتي كاع راهم يبيعوها 70000 75000. اسكو سافو لو كوتشوها بهاد السومه؟ انا بور موا واه. مي لي لانجيت دي ماكيونت كيما هكا مناديل ازاله المكياج ما تستعملهمش كل يوم، تستعملهم غير في الحالات مثلا راكو دخلتو من عرس ولا عيانين في الليل ماكوش قادرين تقضبو هذاك القطن ولا لو ميسيلور تقعدو ديماكيوغي بشويه، لانجات وحده بزاف عليكم. ولا في لو كا مثلا راكم برا، راكم رايحين جو سي با انايا فواياج، ولا راكو رايحين ان ويكاند ولا كيلكو بار، في بلاصه ما تدو القرعه تاع الديماكيا وتدو القطن، دو غير دي لانجات.
هذه تساعدكم بزاف باش تربحوا البلاصه وتربحوا الوقت اوسي. مي للاستعمال اليومي انا ما ننصحش بلي لانجيت، باسكو على عكس لونيسيلير والقطن، لانجيت تقدر تقولوا بلي تحتاج شويه انسيستو على سورتو على العينين وكاع، ماشي غير تحطوا وتخلوا لو مكياج يروح، او كونترير خاصكم تانسيستو شويه باش تقلعوا هذاك لو مكياج. دونك شويه تسنسيبيليزي لابو، تحسس شويه البشره خصوصا للناس اللي عندهم بشره تري سنسيبل. دونك هاد لي لانجيت سي ان بون بلان، شابين بزاف ننصح بيهم ويديماكيو تري تري بيان. تا هنا ماشي للاستعمال اليومي، عينكم ميزانكم ميزو ابوبخي لابو تاعكم، شوفوا شا شي يوالمها شا ما يوالمهاش، وانتوما توجور كيما نقول لكم التجربه هي اللي تحدد لكم اسكو لي برودوي يخرجوا عليكم ولا لا، باسكو انا راني نعطيكم الراي الشخصي، مانيش نهضر لكم على حساب البشره تاعكم ولا. جربوا وكيما نقولوا فيت فوتغ بروبر افي، مدوا كونوا الراي تاعكم الشخصي. كان هذا بالنسبه للوميسيل لي لانجيت، نعاود نشريهم بيان سور كيما قلت لكم، هذه هي الزوجه نعاود نشري كي تكمل لي، باسكو نخليها توجور للحوزه، نخليها اوكان نكون خارجه ولا ما نقدش ندي دي ماكيون، فريمون تري براتيك. دروك ساي من مور ما دي ماكينا نروحو اوتوماتيكمون ولوجيكمون نغسلو الوجه تاعنا. في هاد لا غام كاين هاد هاد لو جين نيتوايون اللي هو نيتروجينا هيدرو بوست نيتوايون اكوا جيل، يعني جيل مائي. هذا راني ديجا هضرت لكم عليه بلوز اون ديتاي في لا فيديو تاع الغسول الخاص بالبشره الجافه، قلت لكم بلي اي تري بيان داير، شوفوا عندكم راه قريب يكمل، فوالا راه قريب يكمل. هذا السعر تاعه انتر 100000 و 115000. الناس لا ديرنيغ فوا في الفلوغ تاع اونو، لا ماشي تاع وي تاع اونو، في الفلوغ تاع اونو وريت لكم بلي لي برودوي راهم ديسپونيبل ودايرينهم كاع 1000 دينار، ابار هذه دايرينها 70 75000 ولا 70000 جو سي بلو، المهم راهم ديسپونيبل تماك دونك ولو بري تاعهم 1000 دينار. فوالا هذا باش تدو تفصيل اكثر عليه روحوا لا فيديو تاع الجيل نيتوايون، راني هضرت لكم عليه بلوز اون ديتاي. دروك نروحو من مور ما غسلنا وجهنا نشفوه ديليكاتمون بسرفيتا ولا بهذوك هذوك لي زيسويتو، نروحو دروك ليتاب تاع ليدغاتاسيون ولا الترطيب. بوغ سا لا غام هادي لا مارك نيتروجين خمات في كلش، دارت ان كونتور دي زيو ودارت اوسي اون كريم هيدراتونت. نروحو لو كونتور دي زيو، هذا لو سوان كونتور دي زيو هيدرو بوست سوان ريفي، توجور دايرين ان بوست ديدغاتاسيون تريبل اكسيون بور ديفاتيغي لو ريغار. هذا اوسي سي ان جيل هياليرونيك كومبلكس، هذا اوسي راني هضرت لكم عليه في لا فيديو الخاصه بكريمات الترطيب، ترطيب منطقه حول العين، نحطها لكم في صندوق الوصف ولا تلقوه الفوقه هنايا في لو بوتي اي في الفيديوهات المقترحه. هذا سي ان كونتور دي زيو اكسيلون، انا نموت عليه، شريته 95000 فوالا، شتا 90000 واه 95000 خليه لي 90000. فوالا كيفاش يجي، جاي سي ان جيل هيدراتاسيون اكسيلونت، فوالا يدخل في لا بو، ديروا لونتي سيرم فوقه ما يقعدش يبان هذاك لونتي سيرم كيكي، او كونترير تبان لا بو تاعكم مرطبه علامه. ننصحكم تشروه، لو بري تاعه ابوردابل كيما راكم تشوفوا 90000 انجيل كونتور دي زيو، سي فريمون ان بري ابوردابل، علما انه لي جيل ولا لي كريم كونتور دي زيو جينيرالمون السعر تاعهم يجي شويه غالي. باش تعرفوا التفاصيل عليه روحوا شوفوا لا فيديو اللي راني دايرتها، فوالا مي نقد نقول لكم بلي شروه الا تتلاقوه باسكو فريمون اكسيلون. نروحوا دروك لا كريم هيدراتون ولا لو جيل هيدراتون، كاين في لا غام هادي هيدرو بوست كاين لا كريم هيدراتون تاعهم اللي جايه بنفس الشكل كيما هكا، مي انا ما ديتش الهيدرو بوست، ديت لا سكين ديتوكس. سكين ديتوكس يعني ديتوكسيفي لا بو، دايرين سوا هيدراتون ديتوكسيفيون انتي اوكسيدان اي بوستر سيلولير. انتي اوكسيدان يعني مضاد للاكسده، وبوستر سيلولير يعني يحفز تجديد
خلايا البشره. هذا علاش شريته انا، باسكو ديجا شريته لغرض باش نديره في النهار، ميم سي لو كان تقرو لوتيليزاسيون دايرين باللي تستعملوها في الليل وفي النهار، زعما تستعملوها. نحل لكم ابري لا بوتي باش تشوفوها كيفاش دايره. فوالا نيتروجينا سكين ديتوكس سوان هيدراتون ديزانتوكسيفيون ديتوكسيفيون بلوتو. فوالا لا بواط فيها 50 مليلتر، فيها 50 مليلتر، ونحلها لكم لداخل تشوفوها كيفاش دايره. فوالا كما راكم تشوفوا راني فري خادمه بيها، راها في الكمال. ما غاديش نهضر لكم على حاجه وانا ماشي مسيتها تري تري بيان. دوك ندي لكم اون بوتيت كونتيتي تشوفوا لا كونسيستانس تاعها كيفاش دايره. فوالا شوفوا كيفاش دايره، جايه كيما الجل مي هاك. فوالا شوفوا ديجا كي ديروها تحسوا كلي لابو تاعكم راه تحسوها كي شغل ولات ما كي شغل ولات دو لو. فوالا تدخل تري بيان في لابو، فريمون ال بينيتر تري بيان في لابو، تدخل علامه في البشره لابو. ام ندير ليكرون توتال ولا تكون بارفيت هكا تشعل، فريمون تشعل شعل. ريحتها ما ديرونجيش، ماشي قاويه، تحسوا فيها هكا ريحه الخيار ولا ما على باليش ولا غير انا استخايلته. المهم اون ديغي فيها ريحه لو كونكومبر. ليدغاتاسيون تاعها مانيفيك، انا عندي بشره جافه خرجت عليا، مي جو بونس اي جو سوي بريسك سور بلي توالم ميم الناس اللي عندهم بشره دهنيه، باسكو عندها اون تيكستور جيل، يعني ما تزيدش البشره، ما تخليش لابو تبري. فوالا كيفاش دايره لا كريم توجور، بالك الناس يبغوا يديروا عليها اون كابتور ديكرون. فوالا هادي لو سول بروبليم اللي انا لقيته فيها، ما نبغيش هاد النوع من الباكاجينغ. علاش؟ باسكو هاد لو باكاجينغ فوزيت اوبليجي تدخلوا صبعكم باش تدو لو برودوي، باش تدو لو برودوي، اي سي با فريمون ايجينيك. غادي توسخوا ديروا لي ميكروب، ميم لو كان تكونوا غاسلين يدكم وكاع، كاين ميكروبات يقعدوا على سطح البشره. غادي لو كان تدخلوا صبعكم كاع في لو بو وديروا في وشكم، تعاود الغدوه ليه تعاودوا تدخلوا صبعكم، غادي لي ميكروب يتربوا في هاد لو بو. دونك انا شنو ننصحكم ديروا؟ سوا تفرغوا كميه كيما انا ندير في لو بوشون وتستعملوا اللي كاينه في البوشون، من بعدك تزيدوا تفرغوا وديروا غير لو بوشون، زعما استعمال يومي، ولا تحكموا اون سباتول ولا هذوك المطارق هذوك اللي يديروا بهم ليبيلاسيون تاع لاسيغ، وتدخلوا ترفدوا بهم لو برودوي وتحطوا ديريكتومون في البشره تاعكم، باش تيفيتو لي ميكروب ولي باكتيري ما يتكونوا لكمش في لو بو تاعكم تاع لا كريم هيدراتونت. فوالا كان هذا جو بونس بلي طرقنا لكاع النقاط اللي خاصه بهاد لا غام نوتروجينا. فريمون انا عجبتني بزاف، من لو ميسيلير حتى لا كريم هيدراتونت. كاين دي برودوي غادي نعاود نشريهم اوفيسيلمون كيما هادي لي لانجيت دي ماكيونت، كيما قلت لكم نخليها للحوزه، كيما لو ميسيلير نشريها، ميم سي انا ما نديماكيش بزاف باسكو جينيرالمون نقلع غير عينيا كي نكون دايره ماسكارا ووتر بروف، ونروح نغسل وجهي ديريكتومون بلو جان نيتوايون، ما نقلعش ما نديماكيش وجهي كل يوم بلو ميسيلير. مي نشريها باسكو عجبتني وتشد غايه، زعما 80000 تشد غايه، بصح الا كان زادت لقيتها 150000 ولا ما نشريهاش. 80000 هم ساعدتني، سينو كان زيد حتى 150000 ولا جو بريفير نشري دي زومي سالير اللي السعر تاعهم اقل. دوك من بعد كنوريهم لكم ان شاء الله في فيديو من الفيديوهات. سينو لو جيل نيتوايون اوفيسيلمون نعاود نشريه، جي ادوري عجبني بزاف، و لو بري تاعها يعني لو بري ولا كونتونونس فيه 200 ml، شد لي تري بيان، راه في تقدر تقولوا 4 موا ولا هو عندي، دونك عندكم نغسل به يوميا، عجبني دونك نعاود نشريه. لو جيل كونتور دي زيو سيغمون نعاود نشريه. لا كريم هيدراتونت نكمل هادي ونشري لا دوزيام فيرسيون اللي هي تاع هيدرو بوست. فوالا نشري لا دوزيام pour la tester aussi باش نهضر لكم عليها، مي سينون الي اكسيلونت. لو كان مانيش باغي نشري لا دوزيام فيرسيون نعاود نشريها باسكو عجبتني ولمتني ورطبت لي تري بيان لابو تاعي. نسيت نقول لكم على لو بري تاع لا كريم هادي هيدراتونت، كيما كتشوفوا انا شريتها 110000، شريتها
110,000 من لو ماغازان ذا بيست كوليكشن براندز الزاوج تاع العقد. فوالا ها هو لو بري تاعها، مي متواجده ب 100,000 في اونو. دونك تقدو الناس اللي ال فون سو ديبلاسي، ولا تقدو تروحو تشروها موان شير، ولا تلقوها عند دوطخ كوزميتيك موان شير. فوالا سيتي تو بور اجوردي، كان هذا هو كل شيء بالنسبه للفيديو تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم واستفاديتوا منها. بغيت نقول لكم سيل فو بلي، الناس اللي غتشوف لا فيديو واللي راح تستفاد من لي فيديو تاع القناه، ما تنسوش تدعمونا بان لايك ان جيم، وديروا اشتراك الا ماكوش مشتركين، وكذلك تبارطاجوا لا فيديو في لي جروب ولا مع صحاباتكم، ولا باش لا فيديو باش القناه تزيد تكبر، وتزيدوا تشجعوني باش نمد لكم انكور بلوس. وسواي سيغ بلي نمد لكم ونهضر لكم غير على الصوالح اللي تستيتهم ومجربتهم ويعجبوني. فوالا، صحه فطوركم وصحه رمضانكم اونكور اون فوا. نتلاقوا ان شاء الله الاسبوع الجاي في فيديو جديده مع موضوع جديد. تهلاو في رواحكم من هذاك الوقت، في امان الله.